مرحبا أصدقائي، الله يسعد صباحكم. معكم فنان حرفي سوري. اليوم عنا هذا الباب بدنا نعمله 290 276 على هالشكل. هلا بلشنا فيه، بصير 4 فردات. هون حطينا البرواز 3 بـ6، حطينا قاطع فوق على 210 لأن الفرد رح يصير كبيرة. حطينا قاطع هون على 210، حطينا مبسط عريض على الفارغ هذا 3 بـ6، حطينا قضيب عريض من برا عشان يصير مثل التي. حطينا الفردات 3 بـ3، فرزناهم 45 درجة. هون خلينا زيادة 10 سم عشان ينطمر بالباطون، وهاي راح تنطمر بالباطون، هاي راح تضل مبينة 3 سم أو 1 سم راح يبين منها، وهي راح ينطمر في الباطون. هون الفردات اللي بالنص التنتين، بس القاطعين اللي بالنص حطيناها 3 بـ6 عشان يركب القفل بقلبهم، لأن القفل ما بيركب على 3 بـ3، اضطرينا نحط 3 بـ6 عشان يركب القفل. تابعونا وإن شاء الله بينالوا إعجابكم. معكم فنان حرفي سوري، تابعونا. هذا هون شباك فردتين، حطينا له ثابت من فوق، وهلا بده يصير فردتين يفتحوا ويسكروا. البرواز تبعه 3 بـ6، سماك 2 ميلي، والفردات بده يصيروا 3 بـ3، وبعدين حط له المردات مبسط. هذا المبسط مرد داير متن دار الشباك. حط على هالشكل عالداير 3 بـ3، بالنص 6 سم، صار على جهتين. هذا اللون الكبير على نفس النظام تقريبا. هون تم توزيع المسافات على هذا الشكل، من تحت 1.5 سم الباب، شايفين كيف هاي المسافة 1.5 سم، من على الجنب محل الفصالات 8 ميلي، بالنص 8 ميلي، بالنص 1.5 سم، هون 8 ميلي، هون 8 ميلي. الباب من فوق 0.5 سم المسافة من كل الجهات. هلا هون بدي اركب فصالات، هون بالنص بدي اركب فصالات. هذا هو الباب، 4 ظرف 4 فردات. حطينا القاطع بالنص على 80 سم، يعني بزيادة النصاج يكون 80 سم، والبلور يكون أكبر نصاج. فوق بدي اركب بلور كبير، من الجهة الثانية بدي اركب بلور كبير. هون حطينا مبسط يركب البلور على مبسط، بعدين بدي يجي فارغ 1.5 سم بـ1.5 سم بدي يركب براغي، يعني رح يكون بالمرحلة الثانية. هذا هون بدي يركب كله ازاز، وهون بدي يركب ازاز بلور، وهذا القسم هون فوق بدي يركب بلور، ومن جهة هاي بدي يركب بلور. تحت 4 قطع بلور، فوق قطعتين كبار، تحت بدي اركب 4 قطع صاج. هاي الزوايا كلها مفروزة 45 درجة.
هون ما في فرز 45 درجة، أما بيجي لثلاثة على الستة، لو تفرض 45 درجة رح يصفي في فراغ كبير، بينما ثلاثة بثلاثة بيجي نظامي على بعض الزوايا، بينما هون بالنص بده يكون تقضيب جالس من تحت ومن فوق، مو مفروض، لأن هذا قضيب ستة، هذا القضيب ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة بيركب، بس ثلاثة على الستة بده يكون بهالشكل هذا. تابعونا فنان حرفي سوري. مرحبا أصدقائي، معكم فنان حرفي سوري، الله يسعد صباحكم. هلا اليوم عنا هاي الأبواب والشبابيك لسه عم نكملها، ما خلصت. بدنا نورجيكم كيف بدنا نركب الفصالات. الفصالات بتركب على الشكل هذا. يكون في فراغ من تحت ويكون في فراغ من هون علشان يعني يفتح ويسكر الباب بدون اي صوت. حطينا من تحت فصالي، هذا الباب اربع فردات، باب كبير بده يصير فيه وزن صاج من تحت وبلور من فوق. هاي البراويز اللي حطيناها امبارح تحت ومن فوق، بدي اركب صاج هون تحت، من فوق حصرا بده يكون فيه له فصالتين لان الباب اربع فردات. الفردي اللي جنب الكشف حطينا له ثلاث فصالات، فصالتين فوق وفصالة تحت، والفردي الثاني اللي بالنص حطينا له فصالة تحت وفصالة فوق، ما في داعي يكون الا فصالتين يعني، لان الوزن على الفردي اللي قريبي على البرواز. والفصالات بهالشكل بتركب 11 سنتي مثلا، الفصالة 10 بتخلي فراغ من هون لفوق 11 سنتي عشان تقدر تطالع الميل اللي موجود جوات الفصالة وتركبه. هاي فصالتين هون، وحدة هاي تنتين، هاي فصالة بالنص. الشبابيك فصالتين بزيادة، فصالة تحت فصالة فوق. هذا شباك تاني صغير. كمان فصالة تحت فصالة فوق على هالشكل. هدول شبابيك في حجم كبير وفي حجم صغير. هذاك باب تحت باب كبير، هذا الثاني باب عادي يعني مش كبير، ضرفتين. قريب حمودي الفصالة، شوف كيف تركب هلا. صور الفصالة هون، هون هاي هاي الفصالة، نحطها من قيس 11 سنتي لأول فصالة، بنحط كرتوني بالفراغ هون. صور كرتوني حطيناها هون هون، بعد ايدك لورا من هون وقف. هاي الكرتوني قريب، هاي الكرتوني بتنحط هون، بتنحصر الفصالة فيها عشان يضل في فراغ ميلي او 2 ميلي. نضغط هون بقوة، نضغط فصالي على الكرتوني بقوة، ونحط نقطة الحيم. نرجع منشيل الكرتوني منحطها تحت الفصالي هون هالشكل هذا. نضغط الفصالي بقوة على الحديد ومن الحم. هيك هاي الفصالة تقريبا صارت جاهزة، بس بدها تقوي. هاي الفصالة هلا ركبناها على هالشكل هذا. هات المتر من تحت، امسك هون تحتاني كمان نفس الشيء 11 سنتي عشان يطلع
المنظر كتير حلو، انفصلت على مستوى بعض. نحط الكرتوني كبسنا الفصالة، نحط الحين نفس النظام، الفصالات كلها بتركب. شلنا الكرتونة، صارت فصالة تقريبا جاهزة. هاي الفصالات هذا الباب حطينا له قاطع 8 سنتي، هلا بيركب له قاطع هون فوق، بيركب له مرد، بيركب له قاطع بقاطع عشان يركب عليه الصاج. هاي براويز بيركب الصاج تحتها، والبراويز اللي فوق بيركب البلور تحتها. هون بالنص هلا بنحط مرد من هون بالنص 40 ميلي 4 سنتي يعني، هون ومن برا نفس الشيء محطوط واحد يركب قفل بالنص. تابعونا ان شاء الله مقدم لكم كل شيء جديد. هلا بس يخلصوا الابواب بنصورهم، وبس يندهنوا بنصورهم، وبس يتركبوا بنصورهم. معكم فنان حرفي سوري، الله يسعد كل اوقاتكم. صباح الخير اصدقائي، الله يسعد صباحكم وكل اوقاتكم. معكم فنان حرفي سوري. هاي هي الابواب اللي كنا عم نحكي عنها امبارح. هلا عم نقص براويز للقزاز سنتي ونص بسنتي ونص، فرز 45 درجة. بدي اركب فوق الصاج، هون بدي اركب صاج من تحت، هون بدي اركب قزاز، فوق بدي اركب قزاز بلور. هود الاربع قطع قزاز، وهدول تحت اربع قطع بدي اركب صاج، فوق بدي اركب بلور. هون هذا الباب عملنا البراويز تبعه، هلا البرواز صار بهالشكل. هاي البرواز هذا بنحط مبسط من تحت سماكة 5 ميلي، بيركب الازاز، بيركب هذا فوق منه. هون بده يتبخش بخشين فوق على جنب تحت عشان يتثبت فوق الازاز. مثلا الازاز 8 ميلي او 6 ميلي بيترك فراغ وبيتثبت الازاز بهالطريقه. هاي البراويز شايفين كيف؟ الازاز بيجي تحت هذا البرواز، هالمسافه هاي اللي هون، حط البرواز فوقه وتثبت براغي. هذا شباك فردتين ازاز كله. هلا بيركب درباس هون، الدرباس فوق، وبيركب هون عصفورة بالنص. فصالات بعد بده، بدي تثبت البرواز تبع البلور، براغي كمان اربع براغي زيادة، لان البلور بدي يتثبت بسيليكون، وهذا عبارة عن منظر وعن تقوية للازاز. هذا الباب الكبير، هاي براويزه قصيتها، هلا بدي اجمع براويزه هون فوق، براويز الازاز وبراويز الصاج. بتمنى ينالوا اعجابكم. معكم فنان حرفي سوري، الله يسعدكم ويسعد اوقاتكم كلها. وما تنسونا باللايك وبالاشتراك
تفعيل الجرس لحتى نقدم لكم كل شيء جديد. بتمنى كل الحديدين يستفيدوا من الأعمال هاي، وبنفس الوقت اللي جديد على المصلحة كمان يستفيد. يعني هاي الطريقة بتصير للألمينو وللخشب وللحديد، أو إنسان إذا حب يشتغل ببيته مثلا شغلة صغيرة خفيفة، شباك صغير، باب صغير، يستفيد منها من هالطريقة هاي. يعني إن شاء الله الأمور ما هي صعبة، بتمنى لكم التوفيق، تابعونا. صباح الخير أصدقائي، الله يسعد صباحكم، من مدينة بافوس قبرص. هاي البحر اليوم كتير حلو، هاي المناظر كتير خلابة، منطقة بونيا. عنا تركيب الأبواب اللي عملناهن امبارح، بدي يركبوه بهذا البيت. صاحبته انجليزي، بدها تعمل البيت على الطريقة القديمة. هاي الأبواب، الله يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، صباح الخير. المنظر كتير حلو، والنهار اليوم عطلي والجو كتير هادي. هذا الباب الكبير، هدول الابواب التانيين وشبابيك. هلا بس نركبون، تشوفوا كيف بدهم يصيروا. أتمنى ينالوا إعجابكم. فنان حرفي سوري. هلا عم نثبت الأبواب بهالطريقة، بنقدح سيخ بريش 12، بندق سيخ بالباطون جوا بالحجر، ومنلحم الباب على موجبها. هاي أربع سياخ، هذا الباب بيتم تثبيت على هالطريقة. هذا الباب الكبير، هذا شباك صغير، تثبيت عم يتم بهالطريقة. هذا بدي يتسكر هون، كله بدي يتسكر. تم التثبيت.